ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا بصور من الابراهيمية على البحر، وبقالنا كتير جدا مشوفناش حالة الجو والبحر. طبعا الجو كويس، ولكن حالة البحر زي ما انتم شايفين الموج عالي جدا، ارتفاع في الامواج، والسماء صافية ما فيهاش سحب كتير، ولكن في ارتفاع في الامواج زي ما انتم ملاحظين معايا. حبيت تشوفوا معايا الاجواء في اسكندرية عاملة ازاي. الجو حلو، في ناس كتير قوي على البحر، ولكن في ارتفاع في الامواج. شايفين يا جماعة الموج بيوصل لحد فين؟ طبعا الجو كان بقاله فترة كان صيفي خالص، هو مازال الجو كويس بس البحر لا. كان بقاله فترة البحر هادي خالص وما كانش فيه موج، والنهاردة ارتفاع شديد جدا في الأمواج. طبعا المنطقة دي مش منطقة نزول، طبعا الناس برضو اللي قاعدة على الصخر ده غلط، بس كل واحد طبعا احنا بننبه وكل واحد حر في نفسه يعني، ولكن دي مش منطقة نزول. طبعا اعداد من الناس موجودة على البحر. طبعا النهاردة الخميس 7 مارس، بكرة الجمعة طبعا اجازات، والناس بتستمتع بالاجواء على البحر زي ما انتم شايفين. حبيت تشوفوا معايا حالة الجو والبحر النهاردة. حالة الجو ممتازة جدا، ولكن حالة البحر سيئة جدا جدا، وارتفاع شديد في الامواج زي ما انتم شايفين وملاحظين الموج معايا بيوصل لحد فين. كان بقاله فترة كان مستقر وكان هادي خالص وما كانش فيه موج تماما، وكأننا في صيف، ومرة واحدة الموج على بالمنظر ده. طبعا في ناس كتير زي ما انتم شايفين على البحر. الاجواء جميله طبعا، بس من بره محدش ينزل على البلوكات، احنا بنستمتع واحنا قاعدين بره على السور. الناس طبعا اللي جاي من خارج اسكندريه يتفضلوا طبعا ينورونا. اللي جاي بقى يقضي رمضان، كل سنه وانتم طيبين يا رب، كل الأسرة يا رب كل الأسر بخير وفي صحة وسعادة. طبعا في ناس اهي بتتصور بيستمتعوا بالبحر، والأجواء جميلة جدا على البحر، وإحنا في منطقة الإبراهيمية على البحر. في ناس طبعا بتحب تشوف البحر صيف شتاء، فانا من الناس دي، فحبيت ان انا اصور معاكم الاجواء. في مركب بعيد قوي عايزه اجيبها لكم، عارفه تشوفوها ولا لا؟ اهي
طبعا بقالنا فترة طويلة ما شفناش البحر بالارتفاع الموج ده. بس الجو حلو وممتع يعني، مش ساقعة. عارف ريسك اهو معدي والاجواء صيفية، ولكن حالة البحر هي اللي صعبة. احنا كده كده مالناش دعوة بحالة البحر، لان احنا طبعا مش هننزل في الشتاء يعني. طبعا اللي واقف تحت ده خطر جدا، عشان قلنا قبل كده، بصوا يا جماعة مفيش فايدة، قلنا قبل كده البلوكات دي بتكون عليها الموج بتاع البحر بيكون مزحلقة، وهو بصوا ممكن بعد الشر تيجي موجة دلوقتي تاخده ويغرق لا قدر الله. فالوقفة دي خطر خالص يعني، مش لازم يعني، يعني خلاص احنا شايفين البحر من فوق، مش لازم ننزل لحد عنده كده وهو بالعلو ده يعني، ده مش منطقي يعني. انا الواحد والله قلبه بيوجعه لما بيشوف حد كده في خطر بالمنظر ده. ف سواء بقى يعني كل واحد حر في نفسه. طبعا الاجواء جميله جدا وريحه البحر جميله، ويعني هو اصلا الموج بيطرطش علينا واحنا فوق كده، بس الاجواء حلوه. لو بتعجبكم الفيديوهات اللي انا بصورها دي يا جماعه، اضغطوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه على القناه. بجد بفرح جدا بكومنتاتكم ومتابعتكم، بتفرحوني كتير جدا لما بتكتبوا ارائكم في الكومنتات. حبيت بقى ايه تستمتعوا بالاجواء دي وتشوفوا ارتفاع الامواج عامل ازاي، يعني شديد جدا زي ما انتم ملاحظين. لحد كده بقى يعني هختم معاكم الفيديو. متنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، بحبكم قوي، باي باي.